السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن سورة الفيل اللي هي قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر الآية. فالآية دي لما نزلت اللي هي حادثة الفيل، في كان حادثة قبلها حصلت برضو لهدم الكعبة، يعني دي حادثة الفيل دي تاني حادثة لهدم الكعبة. احنا يعني هنتكلم عن الحادثة التانية دي، والشريط اللي بعده اللي جاي هنكلمكم عن الحادثة الأولى اللي حصلت لهدم الكعبة. ففي الحادثة دي اللي هو سورة الفيل، في كان ملك أثيوبيا أو حاكم أثيوبيا أو حاكم الحبشة، فبيبقى دايما بيسموه النجاشي، زي مثلا مصر بيبقى فرعون، زي فارس بيبقى كسرى، زي الروم بيبقى يعني كل منطقة واسم الملك بتاعها، زي اليمن بيسموه ملكة سبأ أو وهكذا، أو ملك سبأ. فكل منطقة اسم الرئيس أو اسم الرئيس بيسموه له مصطلح تاريخي معين. فهنا النجاشي اللي هو يعتبر حاكم الحبشة، جهز جيش بقيادة أرياط لفتح اليمن. أرياط ده كان هو قائد الجيش بتاع النجاشي، وبعته مع قوة كبيرة من العسكر والأفيال وكل ما يملك، بحيث انه ايه يفتح اليمن ويضمها ليه. كان في عنده عسكري اسمه إبرهة الأشرم، وده عسكري يعني له ضابط وله مثلا كذا، لا ده ولا حتى بدبورة. فإبرهة الأشرم ده كان ايه شرس وأخلاقه فظة. فالمهم استفرد بأرياط في مكان ما وهم في الرحلة، فقتل ايه القائد أرياط، وايه وامر للكل انه يبقى هو القائد عليهم. طبعا هم لما قتل القائد كلهم اصاعوا اليه، وراح بلغ النجاشي ان أرياط مات وانه هو اللي مسك، وان هكمل لليمن عشان افتح اليمن وضمها للحكم. المهم النجاشي بلغه وقال له خلاص كمل مسيرتك. فلما وصل اليمن واستتب في اليمن وسيطر على اليمن، لقى جه في موسم الحج، لقى العرب بيسيبوا اليمن وبقوافلهم رايحين مكة. فسأل فقالوا له ده الأيام دي أمن وسلام وتسامح، وما فيش معارك، وكلهم رايحين الكعبة، والكعبة دي بيروحوا يطوفوا فيها ويذبحوا الأغنام والهدي يعني والجمال في عند بيت عند الكعبة. فهو فكر فقال لك طب ما أنا أبني لي كعبة زيها. فراح بنى كعبة من الرخام الملون، وحط فيها ذهب وطيبها بالمسك وظبطها تظبيط كويس. كان في واحد من المؤمنين اللي بيؤمنوا بديانة سيدنا إبراهيم اسمه نفيلة الخثعمي. ونفيلة الخثعمي لما لقى إبراهة الأشرم من بنى كعبة وعمل وظبطها وكده عشان يلهوا الناس، بدل ما يروحوا للكعبة بتاعت مكة يجوا للكعبة عنده اللي هو الهدف الأساسي بتاعه، راح هو لطخ الكعبة بتاعت إبراهة بإيه بالجيفة والوساخة وقاذورات وبراز البني آدمين، ويعني وسخ له توسيخ جامد. فهو حاول إبراهة يعرف السبب فما عرفش، فقال لك يبقى اللي عمل الموضوع ده لازم يبقى عربي، فعزم على هدم إيه كعبة العرب، فعاد على هدم كعبة إيه العرب. فراح مكلم باعت للنجاشي طلب، وقال له ان انا عاوز الفيل محمود، وطبعا ده اكبر واقوى فيل عندهم في عند النجاشي. فبعته له عن طبعا عنده فيلة تانيين لكن ده هو القوي. فبعت الفيل محمود مع الفيل الباقية وجهزوا جيش اللي هو إبراهة الأشرم، بعت جهز جيش واتجه لإيه للكعبة المكرمة عشان إيه يهدها.
أخذ معاه مين؟ أخذ معاه نفيل ابن حبيب الخثعمي اللي هو وسخ الكعبة بتاعته. نفيل ده راجل مؤمن، أخده معاه يعني لأنه من العرب، وهو اللي قال له إن بروحه عشان يعملوا كذا في الكعبة ويطوفوا. فالمهم فأخده معاه وقريب منه هو، وأخذ معاه ملك حمير اللي هو ملك اليمن في ذلك الوقت برضه، وأخذ الفيل محمود وأخذ الجيش وأخذ الأفيال التانية وراحوا إيه؟ وراحوا لمكة. أول ما وصل على حدود مكة أمر جنوده يسلبوا وينهبوا ويسرقوا ويعملوا كل حاجة في الناس. الناس طبعا خافت اللي هي أهل قريش، وهربت في الجبال، وما فضلش مين إلا عبد المطلب. وعبد المطلب لما فضل لوحده جاله خبر إن إبراهة خد جماله الإبل بتاعته، فراح أخد بعضه ورايح لمين؟ لإبراهة. وهو في الطريق شافه نفيلة، وهو الخثعامي ابن نفيل ابن حبيب الخثعامي، وانه جاي لابراهة. فقال لابراهة ده اللي جاي لك ده سيد العرب واكرم اهل المكة، وده اللي بيذبح للحجاج وبيعمل كذا، ويعني المهم قعد يمدح فيه وقال له ايه، وقال له ده هو جاي لك. فالمهم حصل حوار بين عبد المطلب وابراهة. فعبد المطلب بيقول له رد علي غنمي. قال له ان انا كنت فاكرك جاي للبيت اللي احنا جايين نهده. قال له دونك والبيت، يعني ابعد عن البيت، فان له رب سيمنعك او رب سيحميه. يعني ايه؟ قال له ابعد عن البيت لحسن ده فيه ربنا هو اللي بيحميه. ده ما صدقش كلامه. المهم اداله الابل بتاعته. المهم عبد المطلب لما خد الابل خلاها لوجه الله، للي يعني اطلقها لوجه الله عند الحرم، اللي ياخدها من ايه؟ من العرب ياخدها من قريش. وذهب لغار حراء يتعبد هناك ويدعو ربنا، لانه طبعا عبد المطلب على ديانة سيدنا ايه؟ سيدنا ابراهيم. المهم قعد يدعي عشان ربنا ايه؟ ينقذ الكعبة وما يحصلش حاجة للكعبة. المهم ربنا بعت طير أبابيل، طير أبابيل، والطير دي طبعا كانت معها حجارة صغيرة مسومة متعلمة، يعني كل عجر على اسم صاحبه اللي رايح له. والحجارة دي عاملة زي القنبلة الذرية بس على حاجة صغيرة، يعني تخبط في الإنسان اللي رايحاله تفتته تقطعه كأنك بتعمل كباب ولا كفتة. فدي ايه؟ فربنا بعت لهم الطير ده فمزقتهم، وما فيش حد نجا من الموقعة دي، الا ان ابراهة لما شاف الموضوع ده كده هرب. وطبعا الفيل محمود لما جه قرب من الكعبة عشان ما رضيش يتحرك ويمشي، بقيت الفيلة مشيت، فالفيلة اللي مشيت انضربت كلها ماتت. اما محمود لا، فضل ما رضيش، كل ما يقدمه على ناحية الكعبة ما يمشيش، يرجعه الاتجاه التاني يمشي، لان محمود مش عاوز يمشي. وذلك محمود برضو ما انصبش من الطير الابابيل. المهم ايه؟ فركب هو محمود ومشي، رجع لبلده هارب اللي هو إبراهة الأشرم. فلكن هو طبعا أصيب، فأصبح إيه؟ هو إصابته عاد مش اتفتت زي الباقي مرة واحدة، لا ده هو اللي هو عذاب. فأصبح كل شوية حتة منه تقع، حتة من جسمه إيه؟ تقع، يعني أصبع رجل معرفش إيه بتاع، المهم إيد عين ودن، حتى يشعر بالألم ويشعر بالإيه؟ بالتعذيب، لغاية ما ايه؟ ما مات قبل، اعضائه كلها تسقطت ومات. وطبعا مات في الطريق وما وصلش ايه؟ اليمن. سموه عام الفيل، سموه عام ايه؟ الفيل. وبدأوا يؤرخوا التواريخ من بعده. الرسول عليه الصلاة والسلام ولد بعد 55، بعد 55 يوم من ايه؟ من عام الفيل. يعني بعد 55 يوم من حادثة الفيل، يعني عملوا معركة الفيل النهاردة، عد 55 يوم كان ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. إلى هنا وأكتفي بهذا القدر، وهنتكلم على حادثة الفيل، عن حادثة هدم الكعبة قبل حادثة الفيل في زمن برضو في زمن الجاهلية، قبل حادثة الفيل، قبل عبد المطلب، ازاي حصل برضو في الجد تقريبا السابع
للرسول عليه الصلاة والسلام، جه واحد برضه حب يهدم الكعبة فهنقولها في الشريط التاني، لأن حادثة الفيل دي مش أول حادثة، دي تعتبر تاني حادثة. وإلى هنا واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكراً.